اليوم ماذا وما الذي شغلنا عن القرآن؟ والله كثير منا لو دخل بيته سيجد غبار على القرآن، ولن يزيل هذا الغبار إلا رمضان القادم. يا أحباب، أريد أن أسأل، كلنا نحمل هواتف، هل الواحد منا يجد غبار على هاتفه؟ لا أحد، والله لا أحد. اذهبوا إلى المصاحف في المساجد، لا أقول في البيوت، لا أقول في البيوت، اذهبوا إلى المصاحف في المساجد، والله ستمسح الغبار عنها، والله ستمسح الغبار عن المصاحف في المساجد. أما جوالاتنا لا نكاد نجد غبار عليها.